Bienvenue à casa. حنا دابا في كازابلانكا وغنمشي نشدو الطريق دابا للمدينة الجديدة. وصلنا دابا للمدينة الجديدة والملقبة كذلك بمازاغان. غنكتشفوا هذه المدينة الجميلة وكذلك الرحلة ديالي غتشمل مدن أخرى في إقليم دوكالا. وقبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك عندي في القناة ويلا نبداو الرحلة ديالنا. حنا الآن كنتواجدوا بالمرسى ديال المدينة الجديدة، وكيف ما كتشوفوا معايا كاين واحد العدد كبير ديال المراكب الصيد التقليدية واللي منظمين كاملين بحال واقفين في شي باركينغ. وباقي بعض الصيادة هنا في مدينة الجديدة كيلجؤوا لها الطرق التقليدية ديال الصيد عن طريق الشباك والمركب. وأغلب ديال هاد الصيادة أصحاب هاد المراكب كيبداو الصيد ديالهم في ساعات متقدمة في الصباح، هادشي علاش كتشوفوا هاد المراكب هنا كاملة مصطفة. وكتنتشر هنا في هاد الجنبات ديال المرسى أعداد كبيرة ديال هاد الطيور النورس اللي كتاكل البقايا ديال السمك اللي كتبقى عالقة في الشباك والمراكب. وكيتعتبر هذا الميناء من المعالم ديال المدينة الجديدة، وبجانب أنه من المراكز الاقتصادية ديال المدينة فهو قبلة للسياحة الداخلية والخارجية خصوصا في فصل الصيف. بحكم الموقع ديالو في وسط المدينة وكيطل كذلك على الحي البرتغالي. هاد الأخير اللي الجدران ديالو كتشوفوها في الصورة كتعتبر من المعالم التاريخية ديال المدينة. وهادي اللي مسحر فوق طيور النورس هي الشباك التقليدي ديال الصيد. وكتطل مدينة الجديدة على الجنبات ديال المحيط الأطلسي، وهادشي اللي كيزيد من الجمال والسحر ديالها. وهذا هو المون اللي معروف هنا عند الكبير والصغير، وما يمكنش تكون ولد مدينة الجديدة وتكون عمرك ما عمتي فيه. وما يمكنش تجي هنا في فصل الصيف وتلقى هذا الرصيف خاوي، وعلى الطول ديالو كيكون مكتظ كامل بعشاق السباحة. وهذا هو الشريط الساحلي ديال المدينة الجديدة اللي كيمتد من شاطئ الحوزية لسيدي بوزيد. وهذه البناية الصغيرة اللي كتشاهدوا قدامنا كيستخدموها بغرض مراقبة السفن. ومن بين أهم المميزات ديال المدينة الجديدة هو المناخ ديالها المعتدل. وكيتعتبر هذا الميناء هو ثاني قوة اقتصادية في المدينة من بعد الميناء ديال الجرف الأصفر، واللي ما كيبعدش بزاف عن مدينة الجديدة، وكيتعتبر من أقوى الموانئ في المغرب. وهذه من بعض الطرق التقليديه ديال النسج او خياطه شباك الصيد اللي كانوا معتمدينها في القديم وبقى معتمده الى يومنا هذا. وهذا مشروع ديال بناء قنطره اللي غتربط الساحل ديال المدينه الجديده بالميناء. وهذا هو الشاطئ الملقب بالدوفيل اللي مشهور عند جميع الجديديين والمغاربه، ومن الاحسن البلايص اللي ممكن تزاول فيهم كره القدم، واللي كيعجبني بزاف نلعب فيه. وما يمكنش تجي المدينه الجديده المعروفه بالاطباق ديال السمك ديالها وما تجربهاش. حنا الان كنتواجدوا في معرض الفرس اللي كيتنظم سنويا في مدينه الجديده في الفتره ما بين 17 و 22 اكتوبر. وهذا المعرض اللي هو واحد المناسبه اللي كيعبر على التراث ديال مدينه الجديده اللي كيطلقوا على كذلك لقب عاصمه الخيول. وكتقام على مدار هاد 6 ايام ديال هذا المعرض عروض فروسيه وانشطه ترفيهيه ومسابقات رياضيه.
وكتعرف مشاركة أجود الخيول البربرية والعربية. صافي بجي تركب شوف. وبالرغم من الجهود اللي تقامت والميزانية اللي تصرفت في هذا المعرض، إلا أن رياضة الفروسية ظلت غائبة عن التتويج في الألعاب الأولمبية. وتقامت أول نسخة ديال معرض الفرس في أكتوبر 2008. ومن سنة 2008 هو هذا المعرض كيتقام إلى يومنا هذا. وكتعرف مدينة الجديدة حركة رواج غير عادية في أيام هذا المعرض، لأن عدد كبير من الزوار كيجيو من جميع أنحاء المملكة المغربية باش يحضروا هذا الحدث. حنا دابا كنتواجدوا في موسم عبد الله أبغار في منطقة الدكالة، وهو واحد الموسم سنوي اللي كيعرف مشاركة عدد كبير ديال الخيالة اللي كيقدموا عروض تبوريدة. ولكن الشيء اللي كيحز في النفس هو المظاهر ديال الشرك والشعوذة اللي كتكون في هذا الموسم والميزانيات الكبيرة اللي كتصرف في هذا الموسم، لذلك خاص المسؤولين يتدخلوا ويمنعوا هذه المظاهر ديال الشرك والشعوذة. وهذا هو المدخل ديال الحي البرتغالي المتواجد في مدينة الجديدة، وبالمناسبة سبقني عملت فيديو على الحي البرتغالي، واللي بغى يتعرف أكثر على هذا الحي راه الفيديو متواجد عندي في القناة. حنا الآن واقفين قدام واحد المعلمة ديال مدينة الجديدة اللي هو مسرح عفيفي اللي تم الافتتاح ديالو سنة 1925. والصورة الآن من شارع النخيل واللي زادوا جمال كتر هاد الضباب اللي فيه. ومن بين أجمل الأوقات في مدينة الجديدة هي وقت الغروب. غتعيشوا معي غروب الشمس في مدينة الجديدة من أماكن مختلفة. وبالمناسبة الفيديو صورته قبل من وقت المقاطعة. وهنا واحد الضباب اللي عرفته مدينة الجديدة وجمع وقت الغروب واللي اعطانا بحال لوحة فنية. وغالبا ما كتكتسي المدينة هاد الحلة ديال الضباب خصوصا في فصل الشتاء، واللي كيزيد واحد الجمال فوق الجمال ديالها. وهنا تجمع الطيور النوراس في السماء المدينة مع الوقت ديال الغروب اللي عطاتها واحد المنظر جميل بزاف. وهنا الجدران ديال الحي البرتغالي كتمتزج مع هاد الالوان ديال السماء في واحد المشهد اللي كياخذ العقل. ومن بين احسن الاشياء اللي ممكن تقوم بها هي جوله في السياره في جولدن اور. ولا بغيتي تستمتع اكثر هي دير شي جلسه قدام هاد الامواج اللي متناسقه مع هاد اللون ديال السماء، وخصوصا مع هاد الصوت ديال الامواج كيعطيك واحد الطاقه ايجابيه وكيخليك تشعر بالراحه. وما تخيلوش معايا المنظر هنا شحال كيريح الاعصاب. وهذه احسن فكره ممكن يقوم بها الواحد خصوصا اللي كيعاني من الضغط ديال الشغل والضغط ديال الحياه اليوميه. وتاريخيا عرفت مدينة الجديدة عدة أسماء، وأول اسم تسماته هو البريجة نسبة إلى البرج القديم. ومن بعد الاحتلال البرتغالي طلقوا على البرتغالية اللقب مازاغان، ولكن قبل ما يخرجوا منها البرتغالية قاموا بتخريبها، لذلك تسمت بالمدينة المهدومة وظلت على هذا الاسم حوالي 50 سنة. ومن تم البناء ديالها أمر السلطان عبد الرحمن بتسميتها مدينة الجديدة. دابا الساعة تقريبا الواحدة صباحا كاين واحد الجو واحد الهدوء هنا اللي ممكن توصفوش. غنمشيو دابا باش نزورو واحد المدينة اللي كتعتبر من أجمل المدن المغربية.
وصلنا دابا لمدينة الوالدية، وهذا هو المنظر من التراس ديال الروم ديالي. نزلت دابا باش نكتشف هذه المدينة الجميلة. الصراحة كاين واحد المنظر اللي جميل هنا ديال السما، خصوصا مع الخضورة اللي دايرة هنايا. غنمشي ندير دابا واحد الدورة في بول باش نقربكم من الأجواء. الصراحة كاين واحد الأجواء اللي جميلة هنا بزاف، خصوصا مع درجة الحرارة اللي معتدلة. وحتى هذا الكومبلكس اللي جا في القمة ديال الجبل، هادشي اللي عطى واحد الجمال أكثر. وهادو بعض الصور التذكارية اللي خديت هنا. وهذا هو البول الثاني ديال الريستورون اللي كاين هنا. وغنتعرفوا اكثر على المدينة، وتسمت مدينة الوالدية بهذا الاسم نسبة الى السلطان الوليد بن زيدان، وهو السلطان من السلاطين السعديين. وكتعتبر الشاطئ ديال مدينة الوالدية من اجمل الشواطئ في المملكة المغربية. وصبح لي كذلك عملت فيديو على مدينة الوالدية، واللي بغى الفيديو راه موجود عندي في القناة. وهذا منظر الغروب في الجهة الثانية ديال الشاطئ الوالدية اللي كتسمى لاغوند. وكتبقى مدينة الوالدية هي من اجمل المدن المغربية اللي ممكن تقضي فيها العطلة ديالك. ونخليكم تستمتعوا بمنظر الغروب. وإلا عجبكم الفيديو ديروا لايك وسبسكرايب، وخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنسوا تشاركوا عندي في باج انستغرام فيسبوك وتيك توك اللي هما نفس الاسم ديال القناه ياسين يو اس اي فلوغز. ونشوفكم في حلقه جديده في موضوع جديد. وثانكس فور واتشينغ.